شيخنا كان الشيخ عمر عبد الياسر حفظه الله، كان روى حديث لا تسمي لي أحدا، اغلق واسأل عن الحديث دون تسمية، أو اسأل عن الحديث دون تسمية أشخاص. كان قال إن في حديث إن الرسول قال إن عمر رجل متمتع في دينه والله لا يحب المتنطعين. إن عمر متمتع في دينه والله لا يحب المتنطعين. نعم. اسأل قائله أين هذا الحديث بس. يعني هذا طعن شديد في أمير المؤمنين عمر. نعم. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عبقري بشهادة الرسول له، لم أر عبقريا يفري فرية، مبشر بالجنة، خليفة بار راشد. الحديث المذكور حديث منكر مكذوب، منكر مكذوب، بارك الله فيك، وراجع كتاب تلخيص الحبير. فهمت الكلام؟ المأخوذ من شيعي بغيض، هم الذين ينشرون المطاعن في أمير المؤمنين عمر. عمر وما أدراك ما عمر، رضي الله عن عمر. بل وقد ورد عن عمر أنه لما رأى الماء ينزل من الميزاب ورجل يقول يا صاحب الميزاب ماؤك نجس أو طاهر، قال يا صاحب الميزاب لا تخبره إلى آخره، وإن كان في بعض الكلام لكن له مراسيل تشهد له.